السلام عليكم، واش اخباركم؟ ان شاء الله كلكم تكونوا بخير. نورمالمون كنت باغي ندير معكم فيديو نصور لكم الفطور اليوم، ندير معكم فلوغ، ولكن منين دخلت ولقيت واحد الاخت مسكينه ماتت، نعيمه، كبر مغنيه كاينه في الجزائر، معروفه على السعد الوطني، نعيمه عبابسه. كنقول لك اختي انا الي وانا راجعون، والله يرحمك والله يوسع عليك. صراحه شفت ورده كيفاش كتبكي عليها، ورده فله فله، وشفت ورده حتى هيايا، وشفت كاع الناس اللي قريبين ليها، والله اثرت فيا. انا كنت كنشوفها الصراحه، كنت كنشوفها مره كنتمنى لها الرحمه، وكنقول لكم ذكروا امواتكم بالخير، والله يجعلك متواك الجنه، والله يغفر لك، والله يسمح لك ان شاء الله يا ربي، والله يصبر احبابك، الله يصبر داركم، الله يصبر خوتك، الله يصبر اهلك. وكنقول لكم ما كاينش كاين غير الموت، وسعدات كفى على الخير، والله يرحمك ويوسع عليك، والله يصبر كل واحد كيعرف نعيمه العبابسه، الله يصبرك. غير والبارح كنت كنسمع لواحد واحد المغنيه كتغني الملحون، حتى هي ماتت الله يرحمها ويوسع عليها، والله يرحم امواتنا وذكر امواتنا بالخير، وما كاين غير الموت، وسعدات كفى على الخير، والله يصبرك. اللي اقرب الناس ليها يعني كما نقولوا الله يصبركم، والله يجعل متواك الجنه اختي، والله يرحمك ويوسع عليك، الله يجعل متواك الجنه. إن اليه وانا اليه راجعون. وش نقول لكم؟ تهلاو فروسكم مع اختكم تبعي فلوق. السلام عليكم، ولاول مره يدخل يشوف هذا لاشين يدير بارطاج ويدير ابوني، ومرحبا بكم عند اختكم تبعي فلوق. كنت نقول لكم صحه فطوركم، الله يصبركم، الله يصبركم اهلها.